من فترة في الحقيقة تم عرض مسلسل حالة خاصة على منصة واتشت، وخليني أقول إن المسلسل ده نجح جدا ولقى إقبال كبير قوي من الجماهير. من أبرز الحاجات بقى في العمل اللي كانت مميزة جدا جدا واللي شدت الشباب الصغير يمكن إنه بدأ يعرف أكتر عن فرقة المصريين، طبعا بقيادة الرائع هاني شنود. إحنا سمعنا مرة تانية الأغاني الحلوة اللي كانوا بيقدموها فرقة المصريين في المسلسل، بعد التوزيع مختلف شوية لكن في الحقيقة كانت حلوة جدا جدا. كلها أيام قليلة قوي وهنكون على معاد مع فرقة المصريين للموسيقار الكبير هاني شنودة في مهرجان العالمين، واللي هيقدم حفل غنائي مميز على المسرح الروماني بمدينة العالمين الجديدة. تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي الموسيقار الكبير فتحي سلامة. يا مساء الفل عليك. كيف؟ يعني احكي لي كده، متحمس قد إيه إنك تسمع مرة تانية فرقة المصريين في مهرجان العالمين؟ الحقيقة حضرت المصريين من زمان جدا، من وقت ما كانوا موجودين، يعني أقصد من البداية يعني بتاعتهم. وهاني سنودة صديق عزيز، وفي وقت كان أستاذي كمان زمان، وأنا بعتز جدا بفرقة المصريين. هي فرقة من اللي بدأوا خالص هذا الاتجاه يعني قبل أي حد. وما يميزهم في رأيي كمان الكلمات، لأنهم بيتكلموا عن مواضيع معينه، مش كلام عام يعني، كلام حب وكده. واتمنى ان الناس دلوقتي تعمل كده يعني، شويه تتكلم. يعني عندنا مشاكل كثيره في الحياه وقضايا كثيره مستحقيه النقاش، وما حد بيعمل كده، كله بيتكلم كلام فاضي صراحه. يعني موسيقار الكبير فتحي سلامه حاصل على جرامي، يعني طبعا تروفي كده كبيرة قوي، انه حد يبقى يعني حاجة مهمة قوي قوي. احكي لي كده عن نظرتك لثقل فرقة المصريين في تشكيل، خليني اقول، وجدان الموسيقى المصرية. يعني هم ليهم دور، خليني اقول، مش شأ. بالطبع، لانه زي ما انا قلت لحضرتك انه من الاول خالص، مش فاكر 78 او 77، يعني ساعة ما ابتدوا ما كانش في حد تاني خالص بيلعب النوع ده ولا بيقول الكلمة دي. وهم من الناس اللي بدأوا هذا الاتجاه ده من ناحية الكلمة، ومن ناحية كمان التكوين، ان الاغنية كانت ممكن تقوليها لو نقول غربي وشرقي، يعني حاجة بين الاثنين، بس مستعمل فيها الالات الغربي. وكان لسه الوقت ده ما فيهوش ده قوي. لا، ما كان فيه ده خالص، او كان فيه قليل يعني. ايه السر انه لغاية النهاردة قدرت ان هي تجذب اذواق مختلفه وشرائح مختلفه من الشباب الصغير حتى؟ والله اي مشروع بيكون مميز بيستمر مده طويله، واي مشروع بيكون تافه بيبقى ممكن ليه نجاح وقتي ساعتها وبينتهي. طب ايه اكتر اغنيه انت بتحبها ليهم؟ انا مش فاكر كل الاغاني، عشان ابقى شوارع حواديت مثلا يعني، كل دول حلوين. وانا فاكر كمان الفرق بيني وبين ابني، اعتقد كانت ابني ما تقلت السن، يعني في حاجات كتير. طب على مستوى بقى الانغام نفسها والموسيقى نفسها، هاني شنودة انت بتشوفه ازاي؟ والله أنا بشوفه راجل مجدد، واحد من أعلام الموسيقى، مكتشف كمان نجوم كبار قوي. بالظبط، وعمل أغاني لحن أغاني ناس كتير برضه مصريين وكده يعني هو دي حالة خاصة، وزي ما أنا قلت الحالة الخاصة، الحالة المميزة هي اللي بتستمر. وبالنسبة للموسيقى التصويرية للأفلام يعني اللي هو أبدع فيها كمان، احكي لي طبعا. انت بتشوفها ازاي؟ في حاجات كده خليني أقول تايمليس، يعني سر ده هي ايه؟ هي تايمليس وهي كمان مميزة، ما هي علشان ما هي مميزة هي تايمليس. هو راجل ما بيجريش من زمان، ما اعتقدش انه بيجري ورا الشهرة، ولكن الشهرة بتجيله طبيعي من أعماله يعني.
كانت يعني في الحقيقة كانت خطوة حلوة قوي من صناع مسلسل المسلسل أنه اتعرض بإعادة توزيع مرة تانية لأغاني الموسيقار الكبير هاني شنودة. حالة خاصة في الحقيقة، كان حالة خاصة فعلا، وعيشنا إحنا كمان بكل الأجواء اللي كانت فيه في حالة حلوة قوي ومميزة. نشكرك الموسيقار الكبير فتحي سلامة، ومتحمسين قوي لحفل طبعا فرقة المصريين، وأكيد هنتابعه أول بأول.